السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من صريح جدا. اليوم رانا في ولايه سيدي بلعباس، وين رايح نشوفوا راي المواطنين حول المدرب اللي يشوفوه الانسب لتولي العارضه الفنيه للخضر، واختيارهم ما بين المدرب المحلي والمدرب الاجنبي. شوفوا معنا، هو المدرب اللي تشوفه الانسب لتدريب المنتخب الوطني، وهل تفضل المدرب الاجنبي ام المحلي؟ انا بور موا المدرب تاع الجزائري يخدم علام ودمه والجزائر تراب، هذه زاد فيها وكبر فيها ويعرف العقليه كاع تاع لي جوار. بصح واحد اجنبي تبع غير شكار، حنا خاصنا اللي قدمنا ليكيب تاع الجزائر نيف وعلام، ماشي دراهم ماشي شكار. انا بالنسبه لي نفضل المدرب المحلي، على خاطر جبنا شحال من مدربين اجانب، شفنا المنتخب خطره يلعب غايه خطره ما يلعبش غايه، باسكو كرهنا بزاف المدربين الاجانب. انا نفضل جمال بن ماضي، مدرب ما شاء الله عليه. كيفاش تشوف الحظوظ تاع التاهل للمونديال؟ ضئيل جدا باسكو اثناء المباراه اللي فاتت بات لي بلي هذه ليكيب ما تقشروا بعيد. هي احنا ماذا بينا يكون محلي، يكون كما سعدان. الشيخ سعدان من بكري من 2004 من 86 من 82 و 79 هو اللي دار ليكيب ناسيونال. علاش دروك هما داخل الجماعه في السونتر راهم حبسيناه ولا كيمشي يدرب ليكيب ناسيونال ينوضوا له يقايسوا يعايروا كل شيء. ما عندناش حنا كيما ما عندناش كيما سعدان، ما عندناش الحق تاع ربي كيما ايغيل، ما عندناش كيما بزاف هنا لي زونترونور عندنا تاعنا. منتخب وطني ما كانش واقف فيه كاع الجوار ما شاء الله عليهم، شو كاين واحد الترتيبات تاع بالنسبه لي المدرب هو اللي المحلي هو المفضل لي. اختار مدرب اجنبي. علاش؟ الخبره وما عندهم لي ماتش مزايرين كما احنا محلي، عندنا شامبيون كاع بارده كاع خاطي. والاسم بالك جيبوا لنا حالي لوزيتشي. يعاودوا لي؟ بالك واه على الله، هو عنده شخصيه قويه وقينا مع راحتنا في ليكيب. ليكيب دارت غايه كي كان هو. سعدان هو اللي كبر ليكيب، هو اللي دعمك فاهم. هنا سعدان ما طواش حقه، جا موراه حالي لوزيت ثاني طلع الله يبارك، جاب حتى لاكوب دي مون تاع مع الالمان، درنا نتيجه شابه فاهم، نتيجه شنا ماتش تاع كوريا زعما لعبت شوالا. هذا اللي جا هذا التالي رقدها كاع ان شاء الله بربي. احنا نتمنوه يتاهل، والحظوظ تاعه انا بالنسبه لي 90% يتاهل. كيفاش الحلول باش تأهل؟ تعثر في داخل الديار؟ لا، انا بالنسبه لي الحلول هي منتخب وطني يكون كما شفناه من قبل، يكون بهذيك القوه والاراده. توا حنا لقنا نتيجه مع نيجيريا دروك، غادي نلعبوا في الصاله لقنا نتيجه مع نيجيريا دروك. نيجيريا هي اللي تحسم التاهل من عدم. نشوف فيها روحها كيما هكا، باش لا راح تنعنا هذه البارتيه هي مونديال زعما صاي. ما عادش كان تفضل انت المدرب اجنبي ولا محلي؟ انا ماذا بيا قاعد يدير واحد محلي. والله العظيم غادي نخبرك، حنا ما تربحنا لا نيجيريا ولا الكامرون، حنا مالغري اللي لعبنا حنا مع الكامرون كانت قدامنا اون ايكيب سابيل كامرون، ما سابيلش با لي زوطو ولا كندو ولا نستناو. انا والله ليكيب ناسيونال مالغري دير فودو فوبا عندنا ايكيب ناسيونال. فشي هذا كاين محليين خير من مدربين اجانب، باسكو كاين محليين يعرفوا هوايه اللاعبين في المنتخب الجزائري، محلي صعب عليه في صعب عليه في لا لونغ، ما يعرفش بالك ما يعرفش فرونسي لونغلي. كاين شي جوار يهضروا لك شويه فرونسي، كاين شي جوار يهضروا لك عربيه، كاين شي جوار كل جوار وكيفاه. شوف حظوظ تاع التاهل، اسكو قادرين نتاهلوا؟ قادرين خاطر حتى وحده لي نيجيريا ني كامرون ني الجيري ما راهش ضامنه روحها للتاهل. محلي خير، محلي كي يدرب الفريق يدربه بروح هكا وطنيه وكاع. مثلا شوفونا مدرب كما كان ما نكذبش عليه، كان يعجبني رابح سعدان، كان يتفاعل مع الفريق الوطني ونعاودوا يرجعوه ويعاود يدرب الفريق مره. كيفاش تشوف الحظوظ تاع المنتخب الوطني في التاهل لمونديال روسيا؟ هذه النتيجه ما نكذبش عليك خطره، وكيف خطره يبين باللي قادر يجيب نتيجه. النتيجه اللي فاتت ما كانتش مشرفه، ان شاء
شاء الله ليكيب ناسيونال تاعنا تترقى للحاجه اكثر و... ونا بون كي سي 5 بيت ولا 4 بيت ولا 3 بيت حالك زبان كان يلعب العب اللي عداه زعما كلونترونير حقه كان يبدله شفاعيه هو الاولى كي دخل دهشوه وزادوا دهشوه المحليه اللي هضروا يقول لك كي تروح الكاميرون تخسر كي تروح الزومبيا تخسر حنا زومبيا عمرها ما ربحتنا ونيجيريا ثاني هدينا كل واحد كيفاش كان اختياره للناخب الوطني. وصلنا لختام عدد اليوم من برنامج صريح جدا، ولاقتراحاتكم ما عليكم غير تراسلونا عبر البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. في أمان الله.